قصة إيما كامل الشعب الجزائري يعرفها. الآن راهي قصة عالمية إن شاء الله. تقريبا راح يكون فيلم وثائقي ليجسد هذه القصة، لنقدر نشوفوا هذه القصة في منصات عالمية. استقبلني في سنة 2022 وقلت له عندنا ألعاب أولمبية في الطريق، وألعاب بحر الأبيض المتوسط راهي جاية في الطريق، ورانا إن شاء الله بربي راح نردوا الإعلام. من ذيك اللحظة رئيس الجمهورية أمن بكلاني وكان يساندني. هنالك عدة استحقاقات إن شاء الله راهي مدرجة في البرنامج التعدادي إن شاء الله. كذلك عندي بطولة العالم للملاكمة هواة سنة 2025 إن شاء الله في ليفربول في إنجلترا. كذلك يمكن في القريب العاجل أنكم راح تشوفوني في عالم الاحتراف، لأن هناك عديد من العروض في ملاكمة المحترفة. راح نخير، ما خيرتش المكان المناسب اللي راح نكون فيه في الملاكمة الاحترافية، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل راح ندخل غمار ملاكمة الاحترافية. أنا والله عندي نية أني ندير أكاديمية بكل فخر، وماذا بي نغتنم هذه الفرصة، ونتمنى الاتحادية تعاوني باش ندير أكاديمية. ماذا بي ندير أكاديمية للمرأة الجزائرية خصوصا، وكذلك للشباب الجزائري. بلك أنا راني ناوي إن شاء الله ندير أكاديمية في جميع قطر الوطن، مش نقول لك كامل الوطن، ولكن في الجزائر أو في وهران أو في قسنطينة. إن شاء الله ربي يوفقني ونحقق هذا المبتغى.